من أكثر الأشياء اللي تخليني أنقهر من الشخص وما أتحمل أجود روحي إذا شفت شخص يرمي أوساخه من درجة السيارة. أنت كأبو منظرك بهذا الشكل تتقبل أولادك يشوفونك فيه؟ ترمي غلاس، ترمي بيبسي مخلص، دبة ماي، جيجارة، أي مستوى من الحضارة وصلنا؟ ترك عنك المخالفة المرورية، أنت ما عندك مشكلة الناس تطالعك تقول للحين في ناس وسخة؟ عن نفسي ما أتحمل أضرب هرن، ترى الأجانب يشوفون، والأغلب بدأ يحس بأن التصرف عادي دام ولد البلد ما يهتم بالنظافة، ليش أنا بهتم؟ الدين والشرع وقوانين الدولة والأخلاقيات والإنسانية كلهم يزدرون مثل هالأفعال. لا تقول تعودت، جود إيدك، خل أغراضك في السيارة لين توصل أي مكان. إذا كنت تسوي هالفعل وقفة، وإذا مو صوبك هالأفعال استنكر على اللي يسوي. إحنا أمة متعلمة وملهمة، وانت فرد من الأفراد اللي يكونون المجتمع، ونعتمد عليك لأنك أنت ملهم.